إنهم فعلوا أشياء السيء مثل الاغتصاب، إنهم اغتصبوا فتيات والأطفال، بل إنهم يحاولون اغتصاب أمام زوجاهم، والزوج لا يقبل هذا. عندما يحاولون أن يغتصبوا زوجته يصرح ويقول لا لا، إذا استطاع مقاومة يحاول، لكن لا أدري، شيء مقرف. قالوا لي يا رجل، نحن نشكك أنك في ظهرنا تعطي معلومة عنا، لذا نريدك تعال معنا. وفي النهاية شخص واحد موجود لا يوجد فيه أي سلاح، يوجد هناك بحر طويل. عندما وصلنا قال لي هل لديك أي وصية لربك؟ وبعدها قال لي أقتلك في هذا أم في هذا؟ الحكومة لم تتحرك لمعالجة مشكلة بخصوص الغذاء والدواء، وقالوا أيون الشاهد أن المواطنين الذين لم يخرجوا من الحرب حتى الآن أنهم يجلبون مياه الشراب من الآبار البلدية والماء المطر التي قالوا غير صالح للشراب. والمشكلة أن جلب المياه من الآبار يضاعف من معاناة المواطنين، خصوصا الأرامل وكبار السن. النساء اغتصبت وبيوت هدمت والأطفال اغتصبت وفعلوا أشياء جريمة داخل القرية. وقال الطبيب الخاص في مجموعة واللهبرت للإعلاميين أن المرض الوباء تراكوما منتشر في مناطق دريروقا والصدوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعي نجاح ميديا. أتمنى يصل هذا الفيديو في كافة التواصل الاجتماعي، والسبب الموضوع ضروري والإنسانية، مأساة الإنسانية في شمال ولو داخل أثيوبيا. يقول الإبراهيم الكوني الحرب الأهلية قاسية لأن القانون الذي يحكم الحروب يغيب في نزاعة الأهلية. الكل سمع وشهد الحرب في إقليم أمهارة داخل شمال ولو دحين مستمرة. بسبب الحرب نصف المناطق الإقليم أمحارة محتلة من قبل جنود تغراي. منذ بدأ الحرب سكان الشمال ولو أصبح محاجرا إلى جنوب ولو بسبب الخوف من الرصاص وأصوات الانفجار الأسلحة الحربية، لأن كثير السكان الشمال ولو موجود جنوب ولو في مدينتين دسي وكومبولتشا، وعددهم يفوق إلى نصف مليون، منهم الأطفال والنساء والشبان والمرضى عدد الأمراض. اشتكى المواطنون واللاجئون في الشمال ولو بمناطق مرسى، والديا، قبية، رايا، قبو، سقوطة وغيرهم من انعدام الدواء ونقص الطب والطعام. وقال الطبيب الخاص في مجموعة ولو هبرت للإعلاميين أن المرض الوباء تراكوما منتشر في مناطق دريروقا والصدوما، والناس يعانون من انعدام الدواء والانتظار الطويل لمقابلة الطبيب بالمركز الصحي. حتى الآن مشيرا لا يوجد مراكز طبية الحكومية والخيرية، في حين عدد اللاجئون الذين حاربوا من مناطق الحرب الشمال ولو يفوق إلى نصف مليون. الأمر الذي يؤدي إلى الانتظار المرض من الصباح الباكر في صفوف حتى المساء من أجل المقابلة الطبيب الواحد الذي يعمل مجان بتعاون مجموعة واللهبرت. وقال الطبيب أن معاناة المرض تمتد إلى ما بعد المقابلة الطبيب، إذ أنهم غالبا لا يتحاصلون على الدواء الذي يقرره الطبيب ويتعين عليهم الحصول عليه من الصيدليات، مؤكدا بأن ظروف مواطنين واللاجئين لا تمكنهم من الشراء الطعام والأدوية يوميا نسبة لسعرها المرتفعة. للأسف الشديد جهة آخر كشف مواطنون أن نزوه الآلاف الأسر منذ يوم الأحد الماضي في أمي الجدي الأثيوبي من أكثر من 2 من القرية الكبيرة بمنطقة المرسى وما جوارها بأكمل، ارتفع عدد القرية التي تم تهجيرها خلال الشهر ونصف إلى 15 مدينة والقرية وأكثر النصف مليون نازح. وأوضحوا إن الألاف النازحين وصلوا إلى الشمال ولو دسي، حايك وكومبولتشا، بينما بقى الألاف مواطنين بالقرب من قبو، رايا، والديا ومرسى. وأوضحوا إن المهاجمين أطلقوا النيران في الهواء وطردوا المواطنين من قراهم وأراضيهم الزراعية وأتلفوا معظم الأراضي المزروعة في مناطقه. الحكومة لم تتحرك لمعالجة مشكلة بخصوص الغذاء والدواء،
وقالوا أيون الشاهد أن المواطنين الذين لم يخرجوا من الحرب حتى الآن أنهم يجلبون مياه الشراب من الآبار البلدية والماء المطر التي قالوا غير صالح للشراب. والمشكلة أن جلب المياه من الآبار يضاعف من معاناة المواطنين خصوصا الأرامل وكبار السن. ونطالب حكومة الإثيوبية والهيئة العالمية للدواء والغذاء الخيرية والشركة العالمية لخدمات الخيرية وشؤون اللاجئين الإسراء في توفير الدواء وجلب الأطباء في مناطق الشمال واللو إثيوبيا. والآن نشاهد بعض الفيديوهات من قبل المواطنين وعيون الشاهد من مناطق الحرب. إنهم فعلوا أشياء السيء مثل الاغتصاب، إنهم اغتصبوا فتيات والأطفال، بل إنهم يحاولون اغتصاب أمام زوجاهم والزوج لا يقبل هذا. عندما يحاولون أن يغتصبوا زوجته يصرخ ويقول لا لا، إذا استطاع مقاومة يحاول، لكن لا أدري، شيء مقرف. وقال الصحفيون فتى ريلي موجود في مناطق قبو بينما فتحوا الحوار مع السكان القرية قبو، النساء اغتصبت وبيوت هدمت والأطفال اغتصبت وفعلوا أشياء جريمة داخل القرية. قالوا لي يا رجل نحن نشكك أنك في زحرنا تعطي معلومة عنا، لذا نريدك تعال معنا. وفي النهاية شخص واحد موجود لا يوجد فيه أي سلاح، يوجد هناك بحر طويل. عندما وصلنا قال لي هل لديك أي وصية لربك؟ وبعدها قال لي أأقتلك في هذا أم في هذا؟ قلت له كما تحب أنت، شوفوا كيف جعلوا بيوتنا، شوفوا كيف أصبح بيوتنا هدم بأكمله. وفي النهاية رسالتنا للعالم، مدوا يديكم لنا، كونوا سبب رفع رؤوسنا من الظلم والفقر والجوع. أهالي ولو مجتمع طيب ولطيف ومعطي ومحبوب عند الكل، اليوم بسبب الحرب أصبح فقير ولاجئ، يريد الطعام، يريد الدواء، يريد المساعدة من العالم، كونوا لهم عونا. الدنيا دوارة، اليوم حزن وغدا سعادة، لنصنع الفرح غدا، اليوم اليوم. نشكركم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب والتفعيل الجرس كي يصلكم كل الجديد. نجاح ميديا، بالوحدة إلى النجاح. وجنينا دم دمي برتعتينا هلمي هلمي يانت منور منورين انت مالت يا وين وجنينا دم دمي برتعتينا هلمي هلمي يانت منور منورين انت مالت يا وين استصاصرون الأملاك بفكر بتشكر بلعب نكبب أني تجبي أنت تلعب أني تجبي أنت تلعب أهم بيدلع نفسي بي يمتان شجير كسرو ملاش وجنينا دم دمي برتعتينا هلمي هلمي يانت منور منورين انت مالت يا وين